تحية لكم رفاقنا الطلائعين ومشاهدينا الأعزاء مع برنامجكم طلائع البعث الذي طالما انتظرتموه بفقراته الجميلة والغنية بأفكار خلاقة مبدعة. نعم أحبائي، كل يوم معكم تزداد معرفتنا وتتسامى أفكارنا دوما للأفضل على شاشة الفضائية التربوية السورية. نتابع معكم فقراتنا التالية. صدر للبشري، شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشري. من عنا خصام الزيتون وهالارض الاطهر ما يكون مفروشة بهداب عيون هيدي بلاد السورية. سوريا يا ابن الشام يا كلك انسانية، بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية. شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية. من عنا خصام الزيتون والأرض الأطهر ما يكون مفروشة بهداب عيون هيدي بلاد السورية. سوريا يا ابن الشام يا كلك إنسانية. صدر للبشرية. شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية. من عنا خصام الزيتون وهالارض الاطهر ما يكون مفروشة بهداب عيون هيدي بلاد السورية. سوريا
تم من وحدة الصرغاية الثانية البنين. ها هي الشو بعد فرقة دهر، أنهر سبعة وحور عين، شمس غرناطة أطلت علينا بعد يأس وزغردت ميسلون. جاءت شرين يا حبيبة عمري، جاءت شرين يا حبيبة عمري، أحسن الوقت للهوى تشرين، ولنا موعد على جبل الشيخ كم الثلج دافئ وحنون. يا دمشق يا دمشق البسي دموعي سوارا وتمني فكل صعب يهون، وضعي طرحة العروس لأجلي إن مهر المناضلات ثمين. رضي الله والرسول عن الشام فنصر آت وفتح مبين. مزق يا دمشق خارطة الذل وقول للدهر كن فيكون. استردت أيامها بك بدرا واستعادت شبابها حطين. وقتلنا العنقاء في جبل الشيخ وألقى أدراسه التنين. صدق السيف وعده يا بلادي، صدق السيف وعده يا بلادي، فالسياسات كلها أفيون. صدق السيف حاكما وحكيما، وحده السيف يا دمشق اليقين. اسحب الذيل يا قنيطرة المجد وكحل جفنيك يا حرمون. علمين فقه العروبة يا شام فأنت البيان والتبيين. علمين الأفعال قد ذبحتنا أحرف الجر والكلام العجين. علمين قراءة البرق والرعد فنصف اللغات وحن وطين. وطني وطني قصيدة النار والورد تغنت بما صنعت القرون. إن نهر التاريخ ينبع في الشام أيلغي التاريخ طرحا هجين. نحن عكا ونحن كرمل حيفا وجبال الجليل واللطرون. كل ليمونة ستنجب طفلا ومحال أن ينتهي الليمون. اركب الشمس يا دمشق حصانا ولكن الله حافظ وأمين. Oh,
حفل تنسيب لطلاب الصف الأول الابتدائي أقامته منظمة طلائع البعث في رحمص في وحدة الشهيد جميل سرحان الابتدائية، حيث تم تسليم راية المنظمة من قبل طلاب الصف السادس لرفاقهم ليكملوا المسيرة من بعدهم. اليوم عندنا حفل تنسيب نسل صف الأول على منظمتنا الغالية منظمة طلائع البعث، ونحن اليوم كتير مبسوطين. نحن قدمنا حفلة هوني بمناسبة مشاركة طلاب الصف الأول إلنا نسبناهم. الفقرة اللي قدمناها يا سائل عدروب المجد بفرقة تنظيم طلائع البعث تنظيمها من الأول للسادس. احنا من مدرسة إياد كامل حرفوش قدمنا فقرة زينوا المرجة بحفل تنظيم منظمة طلائع البعث. اليوم حفل التنسيب منظمة الطلائع تنسيب الصف السادس للصف الأول، واليوم قدمنا فقرة كتير حلوة هي فقرة يا سائل عدروب المجد من مدرسة إياد كامل حرفوش. نحن اليوم قدمنا فقرة كتير حلوة يا سائل عدروب المجد وخلينا الطلاب يفرحوا كتير للأطفال. يومنا كان عنده سعادة وفرح على توصف، ونحن مبسوطين كتير اليوم بهذا الحفل. في هذا اليوم يوم عرس وني ويوم تنسيب الصف الأول، وكان يوم رائع جدا، عندما رأينا البسمة على أطفال على وجوه أطفالنا. هذا الحفل يتخلله الفقرات الفنية، والهدف منه إدخال الفرح وسرور نفوس الأطفال، غرس القيم الوطنية والانضباطية في سلوك أطفالنا، طبعا من خلال متابعة سيد الوطن للأطفال والاهتمام بالأطفال بكلمته وبتوجيهاته دائما بقوله كان ولا يزال بناء الإنسان بناء وطنيا وقوميا سليما، هدفنا الأول الذي يحظى بكل الاهتمام، وتجسيدا لفكر وقيم القائد المؤسس حافظ الأسد عندما أوصانا وقال هؤلاء الأطفال أمانة في أعناقكم. نقيم سنويا حفلات التنسيب بمختلف وحداتنا الطليعية. كما تخلل الحفل فقرات فنية ولوحات راقصة تعبر عن النصر الذي سطره أبطال الجيش العربي السوري في تحرير كل شبر من أرض سوريا، معاهدينهم بأن يكونوا بناة المستقبل الواعد. أقيم في مدرسة عكرمة المخزومي الحلقة الأولى حفل تنسيب لطلاب الصف الأول الابتدائي لمنظمة طلائع البعث. تخلل الحفل فقرات فنية ولوحات راقصة عبر فيها الأطفال عن فرح بالانتصار على قوى الإرهاب والمضي قدما في مسيرة الإعمار. قدمنا اليوم فقرات فنية منها الفقرة هون بيطل الفرح، وكتير استمتعنا بهالفقرة. اليوم قدمنا فقرة للأول فقرة الفراشات. اليوم قدمنا فقرة عن المسير لتنسيب الصف الأول لمنظمة طلائع البعث. اليوم كان عنا حفل تنسيب لطلاب صف الأول لطلائع البعث وقدمنا فقرة رأس. اليوم كان عنا حفل تنسيب طلاب صف الأول وهنا أصلا كانوا مبسوطين لأننا عم يتنسبوا. اليوم كان عنا حفل تنسيب لصف الأول وقدمنا رقصات كتير حلوة. اليوم نسبونا بمنظمة طلائع البعث. اليوم قمنا باحتفال تنسيب الصف الأول لمدرسة عكرمة المخزومي، وقمنا برقصات شعبية للمعلمة رنا العبد الله. اليوم انتسبنا إلى منظمة طلائع البعث للصف الأول، كانت رقصاتنا كتير حلوة رقصات شعبية. من هون من مدرسة عكرمة المخزومي نحن من حي أبطال الجيش العربي السوري ومنترحم على أرواح الشهداء. أقمنا الحفل اليوم وكانت الفقرات عبارة عن عرض واستعراض القسم، الفقرات الفنية الرائعة، النصر لسوريا إن شاء الله يا رب،
والأيام الجاية رح نرسم خطوط النصر ببسالة جنودنا بدماء شهدائنا الله يرحمهم. تنسيب صف الأول هو رمز إلى دخول إلى هذه المنظمة لغرس القيم الوطنية والاجتماعية والسلوكية في نفوس هؤلاء الطالعين لتعزيز ثقافة المواطنة، نزرع فيهم الثقة بالنفس، الجرأة، تنمية الشخصية، تعويدهم الشخصية القيادية لهذا المجتمع. كما وتم تسليم الراية من قبل طلاب الصف السادس لرفاقهم في الصف الأول معاهدينهم بالحفاظ عليها والعمل على تحقيق أهداف المنظمة في التفوق والنجاح والتميز. بدأت دورة الدليل السياحي الصغير والتي تقيمها منظمة طلائع البعث في رحمس للطلاب، حيث يتم التعريف بالأماكن السياحية والأثرية في المحافظة، بالإضافة إلى تعليمهم مصطلحات باللغة الإنجليزية ليكون الدليل قادرا على التواصل مع الوفود السياحية الأجنبية والعربية. اليوم نحن أجينا على دورة الدليل السياحي مشان نتعلم بكرة بس كبرنا كيف نصير دليل سياحي، بتعلم تعلمنا كتير شغلات مفيدة وبدنا نروح جولات تعليمية ورح نحكي إن شاء الله باللغة الإنجليزية. صفات الدليل السياحي إنه لازم يكون عنده أخلاق ويكون إنه روح رياضية ومرحة ويكون إنه كلمته بتنسمع، لأنه إذا ما قادت المجموعة منيح ما رح تزبط الدليل السياحي، ما رح يكون رحلة هيك تأسعد الزوار. أنا صف رابع بمدرسة عكرمة المخزومي، أنا عم بتدرب بالدليل السياحي مشان يجوا عالم من برا وأحكي لهم عن آثار حمص، ونحن كتير عم نتعلم عن آثار عن سوريا كلها وحمص، وكتير مبسوط بهي الشغلة وأحلى شغلة. أنا كان طموحي إني أصير دليل سياحي حتى استقبل العالم من خارج البلاد وأحكيهم باللغة الإنجليزية، وأنا الحمد لله كتير تقويت باللغة الإنجليزية. إجينا لهون دورة سياحية مشان نستفيد معلومات نتقوى باللغة الإنجليزية، وبكرة بس إقبال مشان استقبل ضيوف وشرح لهم عن بلدنا وآثارها. البرنامج طبعا بيهدف إلى استهداف الشريحة من أطفالنا، الشريحة الصغيرة بالسن من أطفالنا اللي هن طلائع البعث. عم ناخذ من كل مدرسة أو من كل مكان طالب أو طالبين، عم ننمي إبداعاتهم، عم ننمي قدراتهم وملكاتهم في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنه عم نعطيهم معلومات مبدئيا عن مواقع أثرية وعن ثقافات وعن حضارات البلد. لازم ننمي الشعور والإحساس عندهم أنه يستطيعوا مستقبلا أن يتوجهوا بهالاتجاه هذا. أقل ما يمكن شريحة معينة ولو كانت صغيرة بالعدد، ولكن إحساسها بالأهمية وبالمسؤولية سيدفع بالمستقبل لشرح هذه المعلومات والثقافات لزملائها. ضمن خطة منظمة طلائع البعث في تأهيل الأطفال وتدريبهم على مهارات جديدة في طرق التفكير والتواصل، نقيم هذه الورشة بالتعاون مع مديرية السياحة ومديرية التربية وغرفة السياحة تحمل المنطقة الوسطى. طبعا هي فكرة جديدة في جرأة شوي لإعداد السائح الصغير ليكون مستقبل سائح قادر أن يقود مجموعات سياحية إن كان أجنبي إن كان ضمن القطر، ليقود رفاقه الطليعيين في الوحدات الطليعية، ليقيم مجموعة من المحاضرات في وحدته الطليعية، يكون سفير لهم في الأماكن الأثرية. الهدف هو تعزيز ثقافة الطفل المواطني، مفهوم المواطني الوطن، التشبث بهذه الأرض بكل ذرة تراب الوطن بالآثار وقيمته، قيمة كل حجر موجود في هذا الوطن الغالي. طبعا احنا ضمن برنامجنا عن التدريب على مهارات التواصل والاتصال، الجرأة بالطرح باللغة الإنجليزية والعربية، طبعا الحوار، تدريبهم على تقنيات الدليل السياحي، كيفية التعامل مع المجموعات السياحية، كيفية قيادتهم، الخطاب والتواصل والمهارات التي تتم خلال هذه العملية. تسعى المنظمة إلى توسيع مدارك الطلاب عن طريق تحفيزهم للقيام بالبحث المستمر عن المعلومة، لا سيما في مجال السياحة والأماكن الأثرية المتواجدة في المنطقة. تشكل المعرفة أهمية كبيرة لنا، فنحن نعيش في عصر المعرفة، والمعرفة رفاقنا هي مساحة فكرية وثقافية حرة وحيوية.
تكون بالبحث والقراءة لتحفز خيالنا وتساعدنا على التفكير. فالمعرفة أبوابها كثيرة ومتعددة، وطرق الحصول عليها تحتاج دوما إلى البحث والمتابعة. في فقرة موسوعة المعرفة نتابع معا. النحل حشرة تنتمي لرتبة غشائيات الأجنحة، ووظيفتها إنتاج العسل وشمع النحل والتلقيح. يعرف منها ما يقارب نحو 20,000 نوع، وتنتشر في جميع قارات العالم ما عدا القطب الجنوبي. وعلى الرغم من أن أكثر الأنواع المعروفة من النحل تعيش في مجتمعات تعاونية ضخمة، إلا أن النسبة الأكبر منها إنعزالية وذات سلوكيات مختلفة. يعد نحل العسل من أهم وأشهر أنواع النحل، نظراً لاستفادة الإنسان من العسل الذي يصنعه بكميات قابلة للاستهلاك والتغذية. كما يعد النحل بشكل عام من أكثر الحشرات نفعاً، نظراً لمساهمته في تلقيح الأزهار. والنحل يتصل ببعضه بعضاً عن طريق الروائح والرقص، فعندما تكتشف النحلة رحيقاً أو لقاحاً في بستان ما، تعود إلى الخلية وتبدأ بالرقص وهي تدور وتدور ضمن دوائر ضيقة. الخلية الواحدة تكون مؤلفة من ملكة واحدة وآلاف النحلات الأخريات العاملات، فالملكة تضع كل البيوض، فهي قد تضع 1500 بيضة كل يوم، ونحو 250,000 بيضة كل فصل. والبيوض المخصبة تنمو لتصبح نحلات عاملات، أما البيوض غير المخصبة فتتطور إلى ذكور. قراتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء. Thank you.